طعمه. ابن حلال الزغلول مفضي العشار. قبل ما نسمع شو اللي حكوه، عم نشوف كثير على الفيسبوك وغير الفيسبوك تعليقات سخيفة ومناقشات اللي عيب تنحكى عن شاعرين كبار زي طليع حمدان وموسى صغيب. شو اتفقوا في الختام وشو اتفقوا في الافتتاح ومين زاد لمين ومين رد عمين، وكل شي بيتحول لطايفي عيب. عندي كل المواضيع الحساسة بنناقشها في برنامج صوت الزجل وفي احترام، ومنستخفش في ولا اي شاعر، بالعكس مين نحن تنعطيهم شهادة. وهون راح نفرجي صورة صغيرة عن طليع حمدان وموسى صغيب وهن قاعدين مع بعض يحكوا ويغنوا ويحكوا عن شعراء مثل الزغلول وغير الزغلول. وفي كل محبة وكل احترام، في البداية طليع عم يحكي عن مباراة صور اللي كانت بينه وبين الزغلول، عم يذكر قصيدة الختام تبعته. عراس السندياني اللي ما تكسر القمر لما اجا بليل التهاني، معصر من فوق فيها ضوء اصفر نزل اخضر من تحت السندياني. راسة عن طول أشهر تحت بينزل فناني ملاني. خلص قال لي القناني تبعك يا ما تبعوها يا ما تدكشوها بالقضام. ابن حلال الزغلول مفضي العشار ومفضي علينا الزغلول. بس أنا عمود بني سير يسار، يعني ما عاد مطلوب منه كمان. هاي في سؤال حير الجميع. نعم. كان يقرأ عن ورق ولا ممكنش يقرأ عن ورق؟ كان يمكن هيك كلمات مش كل شيء. كلمات روس اقلام يعني. من انسان صار ما عنده ذاكره. روس اقلام. كيف تا عنده عينين تقشع بالعاده بتقرا. انا جذلنا الشباب قال شيء بقرا شيء بقرا. نظر منيح. مش حاطط نظرات. لا. نظره. اقول له الو على الزجل زغلول. اكيد. اسمه كبير وله 50 سنه مواكب. وطلع الزجل برا لبنان هو بالاول. اوه مش حدا بالعالم ما بيعرف الزغلول، مش حدا بالعالم. ليه شو القصه اللي كانت مع عبد الجليل وهبي في المدينه؟ والله انا نسيت امبارح. ايه هالحكي هذا من بدنا نرجع قصه 30 سنه لورا. هاي ب 73 30 سنه. 73 مدينه. 72 مدينه. ايه 72 بسمع كان أول ومهم. أيوة. عبد الجليل أبو ربيع أنا حضرته حفلة وزين شعيب بسين ماريفولي بالعيدة الجمهورية. كان شغلي أو هيك ما بلت برا معه، كان شغلي مهم. تعرف وينه هلا؟ وينه هلا عبد الجليل وحدي؟ دبي. عم يشهد على الطريق دبي. يا الله. أنا ما تصوروا أنه هذا الطريق شوية أسرار. لا إيش أتمنى؟ لكن تروح قبل مرة قبل مدة لقيت البرمتة اللي عم بقول لك عنه. ايه. فاتح محل المسابح هيك بالاوتيل و... كل ما تروح لعنده عنده مرة اثنين نسوان هيك ايام بعدهم ايام الاذاعة. رحنا من السنة الماضية عم بسأل عنه ما لقيته، قالوا لي والله عبد الجليل الوهبي عم يشحن. هذا كان رئيس برامج الاذاعة اللبنانية، يعني ممنوع اي اغنية تقدم على الإذاعة وتتغنى إلى مشرف عليها. هو كان شاعر مهم وكان كل أغاني فريد غنى له، صباح ووديع وكل أغاني كانت له. كبار المطربين كفيك أنت علومة وقت عمل له إعلى وديع الصافي حرقت أرضه. طب شو بشرب؟ ولا نزلت لقيته حرام هيك هم مرة كان كبير بيت إيده يعني. أنا بالنسبة ماذا الأصلي بطلية؟ لا مرة سفرت سنت عن أم سافرت سنة الأربعة وستين لأفريقيا، لقيت بأكرة خطيار من لبنان بالتسعين وخايف عم ينلف على البكرة. الله الله. عنده شوارع واسعة وبيوت بيقدر يبيعهم ويشتري بيهم. حلو. وبتشوف عقصه إذا بتفوت صورة كبيرة خارطة لبنان وتمثال أمه البحر. وصدفة غير حكم أكرا وكان كان لكروما يأمم له السروات الكبيرة. وشفته كأنه هيك مش زعلان ملبك بهوني محرم صغير. قلت له شو باك يا إنسان ما كل تعبك راح على الخير.
قال لي بروح الليل مستقلان بهمني هالمحرمي ما تروح تبقى بعينك معلقه كثير. قلت شو هالمحرم اللي هالقد مهتم فيها وعم تداريها ودغري دموعه وكرجت على الخد وقال لي بغصه عم يعانيها هاي محرمه امي قبل ما جيت بكيت ومسحت دمعها فيها وقالت بعبك ذكر خليها. ولما لقيته بعيد عن لبنان محرمه امه كثير بتهمه قلت الذهب والمال والتيجان وكل الاسامي اللي عم بيتسموا ما بيشتروا دمعة وفاء إنسان فضل يضحي بكل مال الأرض وما يضحي بمحرمة. يسلم هالملاف. يسلموا يسلموا بربيع. في عطر عالنار وبعد للآخر صفينا طلعت علينا وشوشة أزهار وبدل ما نكفي ما كفينا كل ما بينحف الهوى بالدار عشفاف وردي قبال عينينا بتقول إلنا شفافنا البطغار لايش نحنا ما نحفينا مشتاق لحرام العتيق كتير كان بشتي الماضي يجي لينا مشتاق لحرام العتيق كتير كان بشتي الماضي يجي لينا قولك بقي دافي محل صغير وبردان مش دافي حوالينا قولي إلو إلنا معك همسات ولمسات من عليك غفينا واليوم إيدينا بلا لمسات يا هاتون يا خود إيدينا قولي إلو إلنا معك حلو 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 ولمسات من عليك غفينا واليوم ايدينا بلا لمسات يا هاتون يا خوت ايدينا ما ضل الا عيون عم بتشوح منيح اللي فينا عيون خلينا تا يسألوك وين فلوا شلوح الزنبق ونحن وين فلينا وين آخر عطر صار يفوح وين آخر كاس غفينا مدري لهلق بعد فينا روح مدري لنا مديت وفينا وين آخر عطر عم بيفوح وين آخر كاس قفينا مدري لهلق بعد فينا روح مدري لنا مدي توفينا دخلك يا أرشيف الصبال مجرو لمح المرحنا تلاقينا دخلك يا أرشيف الصبر المجروح لمح المرحنا تلاقينا منا ولنا خدنا بصبانا وروح ونشفتنا خيالات عم بتلوح دخلك ما تنسى تسلم علينا. الله أكبر.